السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. His Excellency the President of Egypt عبد الفتاح السيسي. الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أصحاب المعالي، السيدات والسادة، الحضور الكريم، تحية طيبة من الأرض الطيبة للقلوب الطيبة التي اجتمعت هنا في بلد الأمن والأمان، بوابة إفريقيا وقلب العروبة. أهلا بكم على ضفاف النيل العظيم الخالد الذي انساب منذ أن بدأ التاريخ ليكون العروة الوثقى بين الشمال والجنوب ورابطة المحبة والسلام بين العرب وإفريقيا. أهلاً بكم على أرض مصر حيث بدأ التاريخ وتجلت عبقرية الجغرافيا وأشرقت شمس الحضارة واجتمعت الأصالة العربية بالثراء الإفريقي. أهلاً بكم على أرض أسوان، أرض الذهب، حيث اسمرت الوجوه وابيضت القلوب وتلألأت على صفحة نيلها أشعة الشمس الذهبية لتزداد روعة فوق روعتها. هنا اجتمع شباب إفريقيا والعرب من أجل صياغة سبيل إلى المستقبل وسعياً لمد جسور من التواصل والتقارب وبحثاً عن الحوار الذي يبني الغد ويصنع الحلم ويكتب المستقبل. بحلم رائع من شباب مصر تحققت الفكرة واجتمع شباب العالم في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، وبتوصية من الشباب الحاضرين انحاز لها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. كان اجتماعنا هنا اليوم للتحاور وتبادل الرؤى في ملتقى الشباب العربي والإفريقي، والذي كان أحد أهم مخرجات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أصحاب المعالي، السيدات والسادة، الحضور الكريم، اسمحوا لي أن نبدأ احتفالية اليوم بكلمة السيد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، فليتفضل. نورت أسوان. Welcome to Aswan. Bienvenue à Aswan. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين. صاحب الفخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، السيدات والسادة، الحضور الكريم، اسمحوا لي في مستهل هذه الكلمة أن أتقدم مرة أخرى بأحر التهاني والتمنيات بالنجاح لكم سيادة الرئيس وأخي العزيز بمناسبة توليكم للرئاسة الدورية لمنظمتنا الغارية. إننا معتزون بتاريخ مصر المجيد وفخورون بإضافات مصر للحضارة الإنسانية، كما لابد لي وأنا في أسوان حيث يروي النيل أواصر إفريقيا من الإشادة بدور مصر في وضع الثوابت المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية جدة الاتحاد الإفريقي الراهن.
فمن منا لا يتذكر أن أول قمة لمنظمة الوحدة الإفريقية قد انعقدت في القاهرة سنة 1964. كما استضافت مصر بين مؤتمرات عديدة القمة التي أسست لمنظومة استباق الأزمات وفض النزاعات الذي شكل البداية لمنظومة الأمن والسلم الإفريقيين ووضع الآليات الأولى لمجلس الأمن والسلم الحالي. وأود في هذا السياق أن أبرز دور مصر في تطوير الأجندة الإفريقية في بناء السلام والتنمية ما بعد الأزمات. إن توليكم لرئاسة منظمتنا يأتي في ظرف تاريخي متميز، لقد قطعنا أشواطا كبيرة في بناء اندماج القارة من خلال مشاريع استراتيجية ذات أثر بعيد. فالمصادقة على منطقة التجارة الحرة في القارة وبروتوكول حرية التنقل وإقامة السوق الموحدة للنقل الجوي لهي أسس قوية لدفع الاندماج الإفريقي الذي يشكل بعد تحرير القارة من الاستعمار والتمييز العنصري حلمنا وتطلعنا الأسمى. وعلى صعيد آخر، يشكل قرار زعمائنا بإسكات المدافع في القارة في وفق 2020 تحدي كبير، إذ يتعلق بتحقيقه الجزء الأكبر من أعمال التطلعات الواردة في الأجندة 2063. وأخيرا ورب أخير أول، يشكل قرار إطلال المنظمة اختيارا حصيفا، فعليه يترتب مصيرنا ومصير كل برامجنا وتطلعات شعوبنا. لقد قطعنا في هذا المنحة خطوات جبارة، وأملنا كبير في أن رئاستكم سيد الرئيس ستكون حاسمة في استكمال المسلسل لما تتوفرون عليه من حكمة ونفاذ بصيرة وجدارة في الريادة. إن إنجاز الإصلاح المؤسسي للمنظمة خاصة التطبيق الصارم والثلث في نفس الوقت لضريبة 0.2% لهو شرط لا غنى عنه لاستقلالنا المالي واستقلال قرارنا السياسي ووسيلتنا في حرية التحرك طبقا لمصالح وتطلعات شعوبنا. صاحب الفخامة أيها الشباب الإفريقي والعربي، اسمحوا لي دون إطالة أن أبرز المكانة المركزية للشباب في المنظور المشترك لعالمينا العربي والإفريقي. فبصرف النظر عن التاريخ والمصير المشتركين، فإنكم تواجهون نفس التحديات في التكوين والتشغيل ومخاطر الهجرة وغزو المذاهب الهدامة والإرهاب والشذوذ الفكري والديني. فمن أجل تحقيق تطلعاتكم المشروعة، أثقوا بأن الاتحاد الإفريقي سيظل المرافق الأول عنكم في كفاحكم هذا. أدخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وارفعوا شعوبكم إلى عروش السماء تخر لكم الأرض ساجدة شاكرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرياضة في مطلقها لا تعرف الهوية وتنبذ العنصرية، تجمع الشعوب ولا تفرقها. ولأن كرة القدم لها شعبيتها الخاصة في إفريقيا، أدعو السيد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإلقاء كلمته، فليتفضل. It's time for Africa.
اهلا وسهلا اكسلنس مسيو عبد الفتاح السيسي président de la République arabe d'Égypte, président en exercice de l'Union africaine. Excellences, Monsieur Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine. Distingués invités, honorables participants, Mesdames et Messieurs. Il suffit d'évoquer la jeunesse pour qu'un puissant élan nous guide vers la préparation à moyen et long terme d'actions de grande importance. En ma qualité de président de la Conférence, je suis fier d'honorer ce rendez-vous et de m'exprimer devant vous tous. À cet effet, je voudrais, de manière sincère et respectueuse, remercier Son Excellence M. Abdel Fattah el-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, pour cette initiative louable qui offre un espace de rencontre et de communion entre les jeunes de tout horizon. La jeunesse représente aussi l'avenir de notre continent. En Afrique, l'âge médian est de 19 ans. Selon les dernières projections des Nations Unies, le continent comptera près de 2,4 milliards d'habitants en 2050 contre 1,2 milliard. Ce forum pour les jeunes est donc une idée extraordinaire. J'ai appris que lors de sa première édition à Sharm el-Sheikh, ce forum avait réuni plus de 5000 jeunes de 164 pays. C'est une preuve essentielle de la force et le poids de son existence. En tant que premier responsable du football africain, je dois vous rappeler que la jeunesse occupe dans le football continental une place prépondérante. Depuis deux ans, à mon arrivée à la tête de cette confédération, la CAF a pris un virage important en agissant sur la bonne gouvernance, la transparence, la lutte contre la corruption, la réforme de l'administration centrale, en impliquant beaucoup plus de jeunes des autres pays africains au siège. D'ailleurs, je voudrais remercier le gouvernement d'Égypte d'avoir accepté que des jeunes des autres pays africains rejoignent la Confédération aujourd'hui pour renforcer l'équipe de l'administration. Merci beaucoup pour cette tolérance. De ce fait, nous offrons beaucoup plus de possibilités à l'épanouissement de notre jeunesse à travers la pratique du football. La CAF offre ainsi aux jeunes l'occasion de renforcer leur propre fédération et de participer au développement du football national. Si le football des jeunes est aujourd'hui au firmament, nous n'oublions jamais que ces jeunes pratiquants doivent aussi vivre intensément leur époque. لن ننسى أبدا أن الشباب يعيشون بملء إرادتهم هذا الوقت ويعملون على تعزيز المناحي الاجتماعية والمناحي الرياضية. إن الشباب لديهم المسؤولية أن يفكروا كما تفعلون اليوم وأن يشاركوا في هذه المرحلة الهامة. كون معي أن اليوم خاصة في قارتنا فإن كرة القدم أصبحت مدرسة للحياة مثلها مثل الجامعات الكبرى والمؤسسات الكبرى، والدليل على ذلك فإن كرة القدم قد سمحت بازدهار قامة العديد من الرجال والسيدات في العالم، ولعلي أذكر فقط كمثال لدينا اليوم في إفريقيا رئيس دولة السيد جورج أويا
الذي خرج من عالم كرة القدم. لدينا رجال يعملون في القطاع الخاص مثل دي جي رجبة الذي هو الآن في المعاش ويعمل في مجال الأعمال على مستوى القارة، والعديد من الأسماء الأخرى التي لن أتمكن من ذكرها اليوم. إنني أجدد مرة أخرى هذا اليوم أمام هذا الشباب الحاضر هنا إن اعتراف اتحاد كرة القدم الإفريقي وامتنانه لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لالتزامه الشخصي لاستضافته على أرض مصر كأس الأمم الإفريقية الأولى بأربعة 24 فريقا. إنه تحد كبير سيدي الرئيس، ولكم كل الشكر على ذلك، ونحن متأكدون إنها ستكون احتفالا كبيرا للشباب الإفريقي، خاصة لأنه لتواكب الظروف والتاريخ، والتاريخ يعيد نفسه، فإن الدولة التي حصلت على أكبر عدد من بطولات كأس الأمم الأفريقية هي الأولى التي تستقبل مسابقة كرة القدم من 24 فريق تحت قيادة رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي. وأفضل لاعب في أفريقيا اليوم هو لاعب مصري. كل هذا يؤكد ويطمئننا ويعطينا الثقة بأن المولى سبحانه وتعالى سيساعدنا على أن ننظم بنجاح على أرض مصر كأس الأمم الأفريقية الأولى المكونة من 24 فريقا. أتمنى لكم كامل النجاح والتوفيق في كل مشروعاتكم المستقبلية، وأشكركم على نجاح منتدى والملتقى الشباب العربي الأفريقي، وأتمنى لكم النجاح في كل مبادراتكم، وشكرا. وتزامناً مع احتفالات المرأة بيومها العالمية، فقد أثبتت المرأة الإفريقية أنها نموذجاً عظيماً وفريداً للتحمل والإرادة، وأصبح لها دور محوري في مستقبل إفريقيا. والآن مع كلمة السيدة سارة أنيانغ مفوض الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا بمفوضية الاتحاد الإفريقي، فلتتفضل. Assalamu alaikum. Your Excellency, فخامة الرئيس، سيادة الرئيس الشاب عبد الفتاح السيسي، الرئيس ذو الالتزام المتميز للشباب الذي لا يمكن أن يشك به أحد، سيادة الرئيس رئيس الاتحاد الأفريقي الرجل المتميز ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السيد موسى فقيه، أصحاب السعادة الوزراء، السيدات والسادة الضيوف الكرام، وطبعا شباب أفريقيا الذين نسمع أصواتهم جميعا اليوم، أحييكم جميعا. نعم حان وقت أفريقيا، نعم حان وقت أن نتحرك إلى الأمام وأن ندفع قدما بأجندة 2063 بأفريقيا تعم السلام ولها مهارات، وهذه الأجندة لن تتحقق إلا إذا أعطي شباب أفريقيا مكانتهم الصحيحة للاشتراك ولإعطائهم الفرصة لكي يحققوا أفريقيا التي نريدها. إن
تطلعات رقم 6 لأجندة 2063 تدعو إلى أفريقيا تعتمد على التنمية التي تعتمد على إمكانات شبابها الرجال والنساء واحترام الجميع وخاصة الأطفال. إن الشباب بالطبع يتمثلون في العديد من القرارات. التعليم حق أساسي وكل شاب في أفريقيا يستحق تعليم ذو جودة. واتساقا مع ذلك فإن المفوضية الأفريقية خرجت بثلاثة استراتيجيات لتنمية أفريقيا. أولا استراتيجية أفريقيا القارية وأيضا استراتيجية وسياسة التعليم لأفريقيا وأيضا السياسة الخاصة البرنامج الخاص بالتعليم المهني والفني لأفريقيا. السيدات والسادة، إن تحقيق إمكانات أفريقيا وتطلعاتها تعتمد على الاستثمارات التي تقام الآن نحو تنمية الأطفال الأفارقة ليكونوا شباب، لأن الغدو ملك هؤلاء. وبالتالي فإن الاتحاد الأفريقي يضع في مقدمة أولوياته الابتكار في التعليم والتعليم ذو الجودة العالية في أفريقيا كما ذكرت من قبل. وأيضا كجزء من جهود الاتحاد الأفريقي لتمكين الشباب، فقد قام رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بتعيين مبعوثة للشباب الأفريقية السيدة آية أشبيني، وأيضا قامت بإنشاء المجلس الاستشاري للشباب في عام 2019، وأيضا في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ العام الماضي. واليوم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي سوف يقوم باستضافة منتدى وتجمع في أبريل عام 2019 للشباب في أديس أبابا، الذي سوف يركز على تمكين الشباب وتوحيد الشباب الأفارقة، وبذلك يرتكز على 4 ركائز: التعليم والإشراك وريادة الأعمال والاستثمار. وهذا ما نقوم به الآن. سيادة الرئيس، اليوم لقد نحن نحتفل الآن، وأيضا في الأول من نوفمبر قمنا بالاحتفال، وهناك أيضا نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي الذي يعطي الشباب الأفريقي الفرصة لكي يحاكوا الاتحاد الأفريقي وعملية اتخاذ القرار في الاتحاد الأفريقي. في عام 2019 فإن رئيس الاتحاد الإفريقي سوف يفتتح برنامج شباب أفريقيا للتعليم، وذلك لكي يقوم بتمكين شباب أفريقيا. السيدات والسادة، نحن نؤمن بأن عام 2019 بروح التوحيد وبروح التعاون المشترك، إذا استطعتم أن تساعدونا بالمزيد من مبعوث الشباب للمشاركة في هذا التجمع الذي سوف يعقد في أبريل 2019 فذلك سوف يكون رائعا. وهناك أيضا برنامج للاتحاد الأفريقي الذي يقوم باستخدام متطوعين من أفريقيا لكي يقوموا بنشر أهمية التعليم في كافة أنحاء أفريقيا، وأيضا نشر أهمية العمل التطوعي في أفريقيا، وذلك من أجل تحقيق أهداف التنمية في أفريقيا ومشاركة الشباب في تطوير السياسات. السيدات والسادة الضيوف الكرام، إن الاتحاد الأفريقي في عام 2017 قام بإنشاء منتدى للشباب الأفريقي، وقام بتخصيص على الأقل 1% من ميزانية الاتحاد الأفريقي لأهداف تنمية الشباب. بالإضافة إلى ذلك، الدول الأعضاء تبنت قراراً لزيادة نسبة تعيين الشباب إلى
36% في الاتحاد الأفريقي. نحن نعمل مع كافة الإدارات في الاتحاد لكي نمكن الشباب في الاتحاد الأفريقي وتحديدا في مفوضية الاتحاد الأفريقي. أصحاب السعادة، إننا لدينا أيضا الاستراتيجية القارية لتعزيز ريادة الأعمال، وذلك من خلال الاستثمار في التعليم الفني والمهني والتعاون مع القطاع الخاص من أجل تعزيز المهارات لشباب أفريقيا. السيدات والسادة، هناك العديد من السياسات التي يتبناها قادة الاتحاد الأفريقي، ونحن على ثقة بأن الاتحاد سوف يستمر في العمل لمواجهة التحديات التي تواجه أفريقيا وأيضا تواجه شباب أفريقيا. فهناك الهجرة غير الشرعية والبطالة، وكل هذه بالطبع القضايا يتم تناولها في اللجان المتخصصة للاتحاد الأفريقي، لجان الزراعة ولجان الموارد البشرية وغيرها. نحن نعمل على زيادة مشاركة الشباب وتحقيق رؤية أفريقيا وأيضا إشراك الشباب في كافة البرامج الخاصة بتعزيز وتطوير القدرات البشرية. نحن شباب أفريقيا، نحن فخورون للغاية لأن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو في قلب الاتحاد الأفريقي الآن. إن رئاستك لعام 2019 نحن نعلم أنها سوف تكون ثرية، لأن لديك خبرات وسحر خاص سوف تضيفه إلى هذه الرئاسة. وبالطبع نحن ملتزمون بتعزيز العلم والتكنولوجيا للدفع قدما بأفريقيا، وشبابنا سوف يكون مثل الماس في يد فخامتك، ليس فقط مثل الذهب. إن أفريقيا هي قارة تريد أن تكون قارة شابة وممكنة بتمكين شبابها. نحن نتمنى لك كل الخير سيادة الرئيس، ونقول إن عام 2019 هو عام الشباب والتنمية، وذلك من خلال قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأريد شباب أفريقيا أن يصفقوا لك ويهنئوك بالنجاح مقدما. ولأنها القارة الشابة الفتية، كان لابد لصوت الشباب الإفريقي أن يصل ليعبر عن آماله وطموحاته وأحلامه ورؤيته حول مستقبل قارته السمراء. والآن مع كلمة الشباب يلقيها محمد الطهري من المملكة المغربية، ثم يليه فيفن جامبرسكل من دولة إثيوبيا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، السادة الكرام، أهلا بكم في ملتقى الشباب العربي والإفريقي. في البداية أود أن أعبر عن بالغ سعادتي كوني مشاركا مغربيا عربيا إفريقيا في هذا الملتقى، الذي سيتيح لي الفرصة للتواصل والتقارب مع مجموعة متميزة من الشباب العربي والإفريقي لمناقشة كافة القضايا التي تشغل بالنا، والبحث عن حلول نوعية تعزز من انتماءاتنا وهويتنا العربية والإفريقية. وإنني جئت إلى هنا لكي أساهم في إرسال رسالة قوية إلى العالم ومن أرض مصر، أن الشباب العربي والإفريقي هم من سينهضون بهذه المنطقة. وإنني إذ أتمن بهذه المناسبة على حرص الدولة المصرية على عقد المؤتمرات الدولية للشباب، فمثل هذه المنصات الشبابية التي تحتضن الشباب من شتى أنحاء العالم هو تأكيد على أهمية التواصل والاتصال الثقافي بينهم من أجل الحوار المستمر وتبادل الخبرات وزيادة المعرفة المتبادلة.
إن التطورات الإقليمية والمخاطر التي تشهدها منطقتنا العربية والإفريقية خلال السنوات الأخيرة تستدعي ضرورة التعاون العربي الإفريقي وخلق مداخل محفزة من خلال الانتقال بالعلاقات العربية الإفريقية إلى مرحلة جديدة ترتكز على التكامل وتعزيز التعاون على كافة المستويات وإزالة كافة الحواجز والمعوقات التي تعرقل مسيرة العلاقات العربية والإفريقية بهدف تعظيم المصالح المشتركة بين العالمين العربي والإفريقي التي امتدت جذورها على مر التاريخ. ولتحقيق هذا التعاون يجب علينا أن نعتمد على إرادتنا ومواردنا وأن نستغل الفرص الاقتصادية في دولنا، فقارة أفريقيا هي قارة الفرص، فمن الضروري تعزيز آفاق الاستثمار وأن نستغل مواردنا بأنفسنا ونتبادل الخبرات لنعظم المنفعة المتبادلة بيننا. الشباب هم صناع المستقبل والتغيير، هو القوة الأولى لكل وطن، يمتلكون من الخبرات والمهارات ما لم يتح للأجيال السابقة، فعلينا توفير منصات تجمع العرب والأفارقة كهذا الحدث في مناطق مختلفة تضمن التقاء الشباب لإرساء وتوطيد قيم التعايش والتسامح العرقي والثقافي والديني. ومن هنا نجد ضرورة صياغة تصور جديد لأولويات التعاون العربي والإفريقي من خلال المضي قدما نحو خلق أطر جديدة لتفعيل أسس التعاون وتعزيز العلاقات العربية الإفريقية تتجاوز الأطر التقليدية بهدف دفع سبل التعاون والتكامل بين العرب والأفارقة. شكرا. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الضيوف الكرام، السيدات والسادة، مرحبا بكم. كإحدى رائدات الأعمال السيدات، أتشرف بأن أتواجد معكم هنا وأمثل صوت من أصوات إفريقيا، أعكس الأمل والطاقة والصلات والخبرات التي تجمعها هذه المنصة وتجمع ما بين رواد الأعمال ورائدات الأعمال مثلي. وها هنا أبدأ كلمتي بأن أشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل من شارك لإنجاح هذه المنصة وإظهارها للنور. يجب أن نغير منظورنا ومن خلال ديناميكيات الشباب الإفريقي وصلابته وطاقته ومساعدتها على الازدهار. إن إفريقيا مليئة بالزملاء الأفارقة وأنا سعيدة بمقابلتهم وبإسهامتهم في الاقتصاد الإفريقي. أعتقد أن الحلم الإفريقي سيتحقق حينما يعمل قادتنا سويا في تيسير منصات كهذه ينتج عنها بناء تماسك اجتماعي قوي ما بين الدول الإفريقية. تناغم القادة سيدفعنا لإيجاد روابط سياسية قوية وأهداف تنموية مستدامة لإحداث منظومة متكاملة فعالة. الشباب يلعبون دورا كبيرا في تغيير واقع إفريقيا، وبينما التحديات تقف أمام البنية التحتية والتعليم والتكنولوجيا وتهميش المرأة، إلى أن القارة الإفريقية تمثل سوقا واعدة قدرات هائلة وفرص كبيرة. وبالتبعية من الأهمية لأن يكون هناك منصة للشباب الإفريقي لاقتراح والتعاون بشأن وتنفيذ أفكار وحلول ابتكارية. ولقرون شارك العالم العربي مع إفريقيا نفس الآلام ونفس الأمل، وكذلك شهدوا روابط اقتصادية وثقافية كبيرة وعلاقات ممتدة. إن تعاون الشباب العربي والإفريقي سيساعدنا على مواجهة التحديات الإفريقية وتحقيق أهداف إفريقيا 2063. إن النساء الصغيرات لديهن دور كبير
يلعبنه في هذه المسؤولية، وحتى نطلق قدراتنا يجب أن ندافع عن حقوقنا وأن نكون دائما في الصدارة للمساهمة في مجتمعاتنا. وأنا أؤمن بأن الطريق نحو التقدم هو من خلال ريادة الأعمال، ومن خلال قصتي الشخصية كإحدى رائدات الأعمال الشابات، ومن خلالها أحقق حلمي الإفريقي، هذا الحلم الذي أتى من خلال الالتزام والإصرار والذي يعد في القلب من ريادة الأعمال النسائية. مرة أخرى أود أن أشكر منتدى الشباب العالم من أجل تيسير هذه المنصة وإيجاد التناغم ما بين أصوات الشباب الإفريقي. شكرا جزيلا لكم. It's time for Africa. I'm super excited for the Egyptian reign of the African Union. The reason for this is Egypt's known as the land of the pyramids. It's got such a rich history. But what I'm expecting the most is what dynamism will we bring to the continent? The president talked about during his opening summit, youth issues, youth unemployment. Let's really walk the talk on those issues. Africa needs is to create a world of peace. If you can be at peace, then the development can start to blossom. Nous attendons de son excellence Assisi, le président de l'Égypte et de l'Union africaine. Nous attendons à ce que il à ce qu'il supporte et que à ce qu'il supporte et surtout à ce qu'il qu'il appuie le problème des réfugiés, qui est un réel problème. L'immigration, beaucoup de jeunes Africains sont confrontés au problème d'immigration. Chaque jour, on entend des jeunes qui meurent dans les océans pour un espoir meilleur en Europe. Et je pense que, à mon avis, c'est ce que nous attendons, qu'on essaye de trouver ensemble une solution à l'immigration irrégulière pour cette année 2019-2020, inchallah. Obviously, as Africans, we are very, very optimistic that Egypt will continue the transformation agenda which Rwanda had embarked on. We need to see a transformed African Union. We need to see a transformed Africa that will spur us to greater heights, that will spur us to development, that will spur us to human development. We need to see Africa emancipated. We need to see Egypt taking up this role of chairmanship to greater heights, transforming African agenda, taking the African agenda forward. Comme nous l'avons constaté aujourd'hui, donc le président Al-Sisi vient de prendre la tête de l'Union africaine. Nous attendons justement qu'il donne de l'énergie à l'Union africaine en général et donc à toutes les politiques continentales, notamment pour ce qui est de la jeunesse. Nous attendons beaucoup de lui, nous attendons qu'il renforce justement le conseil consultatif et toutes les organisations de jeunesse du continent pour redonner, créer de l'espoir pour l'Afrique. I expect Egypt, you know, as one of the leaders in the continent to actually deliver on African promises to its citizens, African promises to its youth, African promises to its children, African promises to its girls and young women. It's a fascinating area, so I believe there will be a big stride in, you know, economic integration of the of the region of the African Union. Abdel Fattah al-Sisi is bringing us Egypt to Africa. So I think it's a very great step, and I hope that this will continue and we can see more, especially when Egypt is being the president of the African Union. Egypt has used the African Union chairmanship. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أصحاب المعالي، السيدات والسادة، الحضور الكريم. سيظل الفن هو هوية الشعوب وعنوان تراثها، وسيبقى الفن رسولاً للبهجة ودليلاً على حيوية الشعوب، وستظل الفنون، كل الفنون، هي مصدر رئيسي للعطاء الإنساني.
ومن آلاف السنين على أرض مصر كان مبتدأ الفنون بكل أنواعها، ولقد كانت الحضارة المصرية الفرعونية ثرية في عطائها الفنية، وترك أجدادنا أنواعاً شتى من الفنون: الموسيقى، الرسم، الأدب. ومن هنا، من على أرض التاريخ، أرض الحضارات، كانت البداية. والآن أدعو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لإلقاء كلمته. Egypt assumes the African Union chairmanship. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. طب اسمحوا لي قبل ما نبدا الكلمه ان انا ادعوكم جميعا للوقوف حدادا وتكريما لارواح الحادث او الواقعه المؤلمه اللي حدثت في نيوزيلندا. واسمحوا لي باسمكم جميعا ان احنا ندين هذه الحادثة الإرهابية إدانة بكل ما لدينا من قيم ومبادئ وإنسانية، ونقول من هنا من مصر من أسوان نحن ضد كل التطرف وضد كل الإرهاب، وبنقول من هنا من أسوان ومن مصر ومن أفريقيا إن إحنا نشجب، نقاوم، نرفض كل عمل إرهابي جبان ضد الإنسانية. تفضلوا استريح. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي، أبنائي وبناتي من شباب منطقتنا العربية وقارتنا الإفريقية، السيدات والسادة، أستهل حديثي بتوجيه تحية محبة وسلام من أرض صعيدي مصر الطيبة إليكم جميعا وإلى كل العالم، وأرحب بكم في وطنكم مصر. مصر نقطة الانطلاق التي تجمع بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. السيدات والسادة، شبابنا الحالم بالمستقبل لا يخفى على أحد حجم التحديات التي تواجهها الإنسانية، وذلك الانتشار غير المسبوق للصراعات والنزاعات التي خلفت حجماً من الدمار والتخريب لم يشهد التاريخ مثله، وأصبحت مشاهد اللاجئين معتادة وصوت صرخات الأطفال والثكالى جزءاً من حياتنا اليومية. وللأسف فقد كان نصيب منطقتنا العربية وقارتنا الإفريقية من هذه الصراعات ومن هذا التدمير هو النصيب الأكبر بلا منازع، وأصبحنا نسكن إقليمياً نسكن إقليماً أرهقته صراعات الحاضر التي تكاد تعصف بمستقبله وتمحو ماضيه. ونحن بصدد مواجهة هذه التحديات المعاصرة والتي تسعى لإعلاء النعرات الطائفية والأيديولوجية، فإننا في مصر قد وضعنا شبابنا على أولوية الفئات التي تحظى بالاهتمام والرعاية من أجل مستقبل بلا صراع. ولقد نجحنا في خلق مساحة مشتركة نجتمع فيها وندير فيها اختلافنا بشكل حضاري، ونحقق تواصلا فاعلا ومستمرا فيما بيننا. وقد نجحت المؤتمرات الوطنية للشباب في تحقيق حالة حوارية حضارية متفردة،
ثم ما لبثت وتحولت إلى فكرة قابلة للتعميم والعولمة. فانطلق منتدى شباب العالم وليدا من بنات أفكار شباب مصر ليكون منصة حوار بين شباب العالم بكل تنوعهم واختلافهم. واليوم نحن بصدد حضور انطلاق نسخة جديدة من منتجات مؤتمرات الشباب المصرية، حيث يلتقي على أرض مصر ووسط شبابها شباب من أبناء دولنا العربية الشقيقة وقارة إفريقيا الواعدة، ليتحاوروا ويتناقشوا ويتبادلوا الرؤى في تناغم مميز رائع على أرض مصر وعلى ضفاف نيلها الخالد. سنتحاور باحثين عن الغد الواعد، متطلعين إلى مستقبل عنوانه السلام والمحبة، متمنين عالما بلا صراع أو نزاع. وصدقا أحدثكم أن الأمل معقود على عزيمة شبابنا في تجاوز التحديات المحيطة بدولنا العربية والإفريقية، وهم بحماسهم ونقائهم سيكونون الرقم الفاعل في معادلة بناء المستقبل. السيدات والسادة، الحضور الكريم، أهلا بكم جميعا في مصر السلام والتنمية، مصر الملتقى التي ينبع من قلوب أهلها الخير للعالمين، مصر التي تعتز بانتمائها الإفريقي والعربي والسعية دوما لتعزيز أواصر وروابط الأخاء والتعاون مع كل أشقائها. مصر مبتدأ التاريخ ومنتهاه، مصر التي أراد أبناؤها لها السلام فقاتلوا من أجله، وأرادوا لها التنمية والاستقرار فعقدوا العزم على العمل. وبثقتي في عزائم شباب مصر وبفخر بذلك التنوع وتلك العيون الشابة الناظرة للغد، وبإيماني بحماس الشباب وقدراتهم، أفتتح على بركة الله النسخة الأولى من ملتقى الشباب العربي والإفريقي. يحيى شباب مصر. يحيى شباب العرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، الحضور الكريم، موعدنا غدا في 10 صباحا مع انطلاق جلسات وفعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي، والتي تدور حول فرص التكامل العربي والإفريقي ومستقبل البحث العلمي والرعاية الصحية وأثر التكنولوجيا المالية والابتكار على إفريقيا والمنطقة العربية. كما يشهد الملتقى عقد ورش عمل حول ريادة الأعمال المجتمعية وتنفيذ أجندة الشباب والأمن والسلم في منطقة الساحل. شكراً، ونلقاكم غداً بإذن الله.